اهلا بيكم في قناة جوهر. النهاردة استخدام جديد للأزايز وعجينة السيراميك، وزي ما قلت لكم قبل كده عجينة السيراميك ليها استخدامات لا حصر لها، وكمان بتطلع نتائج حلوة في كل مرة ونتائج مختلفة. ان شاء الله فيديو النهاردة يبقى سهل عليكم. هو زي ما انتم شايفين فيه تفاصيل كتير، لكن في الاول وفي الاخر زي ما عودتكم بنعمل الحاجة بطريقة سهلة وبطريقة مش معقدة وبحاجات موجودة عندنا او احنا عملناها قبل كده. يا ريت تعملوا شير لايك وسبسكرايب وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا فيديوهاتي الجديدة. اول حاجة هنعملها هنجيب غيرة ونخففه بالمية، علشان هو ده هيبقى الوسيط اللي هنستخدم عليه المناديل اللي احنا هنلزقها. ويفضل المناديل دي تبقى مناديل بكر، لان البكر التواليت بيبقى مناديل فيه قوية شوية وفي نفس الوقت خفيفة، عكس المناديل اللي هي مناديل الجيب دي. تدي نلزقها زي ما انتوا شايفين كده، وندهنها بطبقة تانية من الغيرة من بره عشان يبقى فيها الكسر اللي انتوا هتشوفوها دي. ده نوع من انواع الديكوباج لو انتوا سمعتوا عنه قبل كده. الديكوباج ده حاجة زي ما انتوا شايفين كده بيبقى ورق او بيبقى بالمناديل وبيتلزق عليه صور ويتلزق عليه حاجات. ان شاء الله في فيديوهات جاية هوريكم طريقة الديكوباج وازاي نعملها. وياريت لو عايزين اي حاجة معينة تسيبوها لي في التعليقات علشان خاطر نقدر نعملها قدام. وزي ما انتوا شايفين كده بنبتدي نغطي الازازة كلها بالمناديل والغيرة. اهم حاجة بعد ما تتم تغطية الازازة كلها ان احنا نسيبها تنشف خالص، لان هي اول ما بتنشف رغم ان هي مناديل وهتحسوا تقولوا لا دي ضعيفة ومش هتستحمل، هتلاقوها لا قوية، واللي هيشوفها مش هيحس ان دي مناديل. زي ما انتوا شايفين كده بقى فيها الكسر دي والتعريجات، وتحسوا ان هي شكلها طبيعي مش مناديل. يعني نبتدي ندهنها. خطوة الدهان دي ممكن تتأجل للآخر، بس أنا بحب كل خطوة أدهن فيها علشان أتأكد إن كل حاجة اتغطت. هتفهموا قدام ليه أنا بقول ممكن تدهن كلها مرة واحدة في الآخر، وده طبعا يرجع لكم. عايزين تدهنوها مرة واحدة في الآخر تمام، عايزين تدهنوها خطوة خطوة زي ما أنا بعمل برضو يرجع لكم. ونسيبها تنشف، وده يبقى شكلها. هي شكلها كده لطيف من غير أي حاجة أصلا، بس طبعا احنا عايزين حاجة تبقى احترافية اكتر، فهنبتدي نكمل. دي ستيكس او عصيان بتتباع برضو في المكتبة، بيبقى في منها الوان وفي منها عادي. للأسف اللي كان متوفر في المكتبة وقتها كان ده بس. بيبقى تقريبا فيها 100 واحدة او حاجة كده ب10 جنيه، هي 100 او 50 مش متذكر يعني. وبعد كده بنلزقها بالطريقة دي على الإزازة من تحت ونلونها تاني. بعد كده ده فوم بورد اللي هو بيبقى طري برضو بيجيب من المكتبة، بنبتدي نسطره نعمله زي حزام كده بالسمك اللي احنا شايفينه ده، مش عايزينه لا أتخن ولا أرفع يعني، ده مناسب. نقطعه بالقطر وبعدين بعد ما يتقطع هنعمل منه 2، لان احنا هنلف العصيان دي من فوق، هنلفها من فوق وهنلفها من تحت باستخدام مسدس الشمع. زي ما انتوا شايفين اتدهنت اسود، بس الاسود اللي اتدهنت بيه ما غطاش قوي، عشان كده بحب ان انا كل خطوة ادهن علشان اتأكد ان كل حاجة اتغطت كويس. فهمتوا قصدي بقى ليه يعني انا دهنتها في الاول بعد كده هدهنها تاني وادهنها تالت؟ طبعا هي خطوة مش موفرة قوي، انتوا لو حابين ان انتوا تدهنوها كلها مرة واحدة ده يرجع لكم، بس تأكدوا ان هي اتغطت تماما بالدهان الاسود ده. بعدين بنجيب بقى ده حمص، حمص البلدي عادي خالص، وما تقلقوش الحاجات دي ما بتبصش. نلزقه بمسدس الشمع ونعمله على مسافات متساوية، يعني مثلا أنا عملته كل عصايتين لزقت واحدة،
كل عصايتين لزقت واحدة وهكذا، تبقى زي كأنها مسامير كده، لما هتدهن طبعا هيبان كل حاجة كأن ده سور ودي المسامير بتاعته المثبتة، وده شكلها، وندهنها تاني. انا حبيت ادهنها بقى المرة دي بلون بني، بسبراي بني، علشان خاطر هي انا عايز كأنه سور لونه بني يعني. بعد كده على نفس الفوم ده هنبتدي نرسم ورق العنب. مش محتاجة فن، لو انتوا مش عارفين ترسموه او يعني في مشكلة في ان انتوا مش قادرين تجيبوه من الذاكرة، ممكن تجيبوا صورة من على الانترنت وتنزلوها، او ترسموا زيها او اي شكل، كله في الاخر لما يتحط مع بعضه مش هتبان التفاصيل الصغيرة دي اوي. بعد كده بنجيب الفوم بورد ده نقصه على الشكل اللي احنا عملناه، ونحط عليه المناديل بنفس الطريقة اللي حطيناها على الإزازة، علشان تعمل برضو الكسر والتعريجات دي، لأن هي ورقة شجر فالمفروض بيبقى فيها تفاصيل شوية. حابين تسيبوها فلات كده زي ما هي من غير التفاصيل دي برضو ترجع لكم عادي، هي ما فيهاش مشاكل، دي خطوة إضافية يعني، بس أنا عشان يبقى فيها تفاصيل أكتر حبيت إن أنا أحط المنديل ده. طبعا بتتساب شوية تنشف حوالي نص ساعة حسب كمية الغيرة اللي محطوطة وحسب سمك المنديل نفسه اللي احنا حاطينه. بعد كده بنجيب عجينة السيراميك، بنشكل كور على هيئة اللي هو العنب ونبططها شوية، نراعي ان احنا لما نيجي نعملها ما نستناش لما تنشف، لان هي لما بتتعمل كده وتتلزق على الازازه بتبقى اسهل في اللزق، وبتبقى احسن وهي لسه طريه قبل ما تنشف. بعد كده بنفرد عجينه السيراميك زي ما شفناها كده، ونعملها طفيره بحيث ان ده يبقى الغصن الواصل ما بين كل عنقود عنب والتاني. دي عجينة السيراميك اللي احنا عملناها قبل كده، للي حابب يعرف هي بتتعمل ازاي طبعا يرجع للفيديوهات اللي قبل كده هيلاقي الطريقة بالكامل. نجيب بقى انا حاولت ألزقها بالغيرة الأول، لقيت ان هي هتاخد وقت طويل ولازم افضل ضغط عليها بإيدي، فمسدس الشم طريقة فعالة برضو، هيبقى فيها بروز وطلع شوية كده. لما تدهن وتتلون بتمسك نفسها وبتبقى قوية جدا، والبروز ده بيبقى شكله لطيف. بعد كده بنلزق الورقتين في الشكل اللي احنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، او في اي مكان احنا عايزينه، بيبقى شكلها لطيف يعني. وزي ما انتم شايفين دهنتها بني من تحت اهو، ونبتدي نلزق بقى العنب زي ما قلت لكم، يبقى مبطط شوية ما يبقاش دايرة كاملة، علشان خاطر يبقى على شكل عنب ونعرف نلزقه، وبالغيرة ونبتدي الصف اللي فوق يبقى أكبر، الصف اللي تحت يبقى كور أصغر شوية، فأصغر 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 عشان يبقى شكل عنقود منطقي شوية، ما يبقاش كله نفس الحجم وكله نفس الطول، هيبقى نازل على مربع أكتر. زي ما انتوا شايفين ده الشكل. هنكمل بقى العنقود التاني. ونوصل بقى العنقودين دول بالفرع اللي احنا عملناه، هنلزقه برضو بالغيرة، ونراعي ان الغيرة اللي هنستخدمه ما يبقاش بقى مخفف، يبقى غيرة سميك، مش مخفف بالمية، علشان خاطر يبقى قوي. وده الشكل، نسيبه ينشف ونتأكد ان هو لزق كويس. انا وصلت واحد من تحت كمان وعملت عنقود تحت كمان ووصلت من فوق. بعد كده نيجي بقى على الورق نفسه ونمشي عليه بمسدس الشمع الفروع اللي في النص دي، طبعا بتدي تفاصيل اكتر للورقة وشكل احلى، والخيوط اللي بتبقى زيادة طبعا بنشيلها عادي مفيش مشاكل، هو مسدس الشمع دايما تلاقي فيه خيوط زيادة طالعة منه كده بنشيلها. وبعد كده تمام الشكل زي ما احنا شايفين، نبتدي بقى مرحلة التلوين. اسيبكم شوية وارجع لكم.
اتمنى يكون الفيديو عجبكم وسهل في التنفيذ، ويا ريت تعملوا شير ولايك وتشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش، واشوفكم في الفيديو الجاي. شكرا.